صباح الخير، صباح الفل، صباح الحلقة 170 من برنامج نعم أستطيع. النهاردة حلقة مشوقة جدا ومميزة جدا، حلقة كده زي ما بنقول من نوع الظريف اللطيف اللي الناس كلها بتحبه. حلقتنا النهاردة عن علم الفلك والأبراج. احنا زي ما عارفين ان الكون ده عامل زي الكائن الحي بيحب الحياة، وعموما علم الفلك هو الدراسة العلمية للكون عامة. وزمان كانوا بيستخدموا الشمس والقمر والنجوم والكواكب في كل مجالات الحياة. طلعنا من علم الفلك ده لعلم الكواكب. أنا بقول عليه علم لأنه بيدرس. علم الكواكب بقى بيشمل دائرة الأبراج، ودائرة الأبراج دي اللي بيمر فيها الشمس والقمر والكواكب والنجوم المتمثلة في 12 برج. عشان كده بقول لكم حلقة النهاردة حلقة حلوة قوي ومميزة قوي. هنشوف الأبراج مع بعض، وهنشوف صفات كل برج مع بعض، وضيفي النهاردة ضيف مفيش زيه، مميز جدا، وكلامه إن شاء الله هيعجبكم. معايا ومعاكم خريج كلية الآداب قسم الآثار ودكتور علم الفلك والأبراج الدكتور محمد أبو زيد. نورتنا يا دكتور. أهلا بك يا فندم، وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بيك، وكل سنة وأنت طيب، وإن شاء الله حلقة كويسة إن شاء الله مع بعض النهاردة. إن شاء الله. أول حاجة عايز أسأل حضرتك فيها، أنت خريج كلية الآداب قسم الآثار. تمام. واتجهت لعلم الفلك والأبراج، يعني طبعا. ايه النقلة دي من الآثار للفلك ازاي؟ في عجالة كده اقول، يعني اختصر الموضوع جه ازاي. اتفضل. كأي حد عنده حب استطلاع لحاجة مشوقة، فحب ان هو لو فيها فايدة هيستفيد منها. دي بدايتي مع علم الفلك. تمام. او علم الأبراج، وفعلا حسيت ان انا بدأت ان انا استفيد وان انا اطور في حياتي. بعد كده قلت طب ايه المشكلة لما انا افيد واستفيد. فهنا عملت حاجتين، عملت قناة على اليوتيوب محمد ابو زيد والابراج، ونفس الاسم على الفيسبوك. تمام. وبدات ان انا انقل بقى مجالي من دراسه الاثار، خلاص الدكتوراه بتاعتي في علم الفلك عند المصريين القدماء. خلاص استهواني العلم بقى. قريت مراجع اكتر واكتر، كتب اكتر واكتر، حضرت محاضرات اكتر واكتر. اي خلاص لقيت نفسي ان انا اصبحت مؤهل. مش إن أنا ممكن يا دكتور نقول ان مثلا دراستك للاثار هي اللي حببتك في دراسه علم الفلك، يعني ممكن دخلتك ولكن المجال؟ ممكن تكون عامل من ضمن العوامل، ولكن شغفي واستماعي للدكاتره وقراءتي لبعض المراجع او الكثير من المراجع والكتب هو يعتبر ده العامل الرئيسي يعني. طيب احنا عارفين ان عندنا الابراج هوائيه، ترابيه، ناريه، مائيه. بتقسم لاربع. يعني تمام. ايه سر تسميتها او التقسيمه اللي اتقسمتها دي؟ بناء على ايه؟ طبعا لو هنبدا بالابراج اللي هي الناريه، حمل، اسد، قوس، ده رمز الاندفاع والقوه والحماسه. تمام. نار. اما لو بنتكلم في الابراج المائيه اللي هي السرطان، الحوت، العقرب، الميه الاسرع تكيف بين كل البشر. الميه لما بتحطيها في اي حاجه بتاخد الشكل بتاع الاناء. تمام. بسرعه اسرع من غيرها. الأبراج الترابية جدي، طور، عذراء، دي جاية من الأرض، يعني صعب إن هي تغير مبادئها وقراراتها، عشان كده بتكون متعبة لبعض الناس بالذات في الحياة العاطفية. إن مثلا لو واحدة مرتبطة بحد من برج ترابي عايزة تغيره، لا، مقتنع بحاجة صعب تغييرها. هم أصحاب الصفات الواحدة اللي هو ناري أو ترابي كده كده بيتفقوا مع بعض جدا. بالظبط. تمام. بس برضو مش بيكون التوافق الأعلى، يعني بتعتمد على البرجين مع بعض، ده مع ده يبقى التوافق كامل. احنا عارفين ان تحديد البرج بيتم بتاريخ الميلاد او كده، صح؟ يوم الميلاد. يوم الميلاد. يوم الميلاد، لان في ناس ممكن تتولد وتتكتب بعدها باسبوع. ده لو هياخد على كتابه شهاده الميلاد يبقى برجه غلط. انت اتولدت يوم ايه؟ ماليش دعوه انت اتكتبت يوم ايه. طب لو انا عندي مثلا يا دكتور بيقول لك بدايه برج ونهايه البرج، يعني مثلا عندي الاسد والعذراء. تمام. لو انا عندي اليوم اللي هو الاخير في الاسد وبدايه برج العذراء، ياخد بقى بعض الصفات من برج من برج العذراء مع احتفاظه بالصفات الاساسيه لبرج الاسد. بعض الصفات يبقى اهدى شويه في الاندفاع بتاعه، يبقى بعيد عن الاضواء مقارنه بالاسد العادي، هكذا. يعني ما هي بدرجات الموضوع. طب وهكذا بقى.
احنا شايفين مثلا ان كل برج بينقسم لصفات معينه وشكل معين بياخدوا البرج، بس انا بلاحظ ان في يعني شواذ في الابراج، يعني في ناس ما بتاخدش نفس الصفات، ده بيبقى قاعده دايما عامه ولا ايه؟ دايما، حتى انا في اليوتيوب في حلقاتي بقول ان كل قاعده في الدنيا ليها استثناءات مش بس علم الفلك. يعني مثلا هل الثقافه مش هتحكم؟ يعني مثلا هل واحد دكتور زي واحد جاهل ما اتعلمش حتى لو هما الاثنين نفس البرج مثلا؟ اكيد لا. تمام. هل مثلا واحد نشأ في دولة أوروبية متحررة زي واحد نشأ مثلا في دولة بدائية أو مثلا بيئة أو دولة من دول العالم الثالث؟ أكيد في اختلاف. يعني البيئة. بالظبط. ولكن في ثوابت أساسية يتفق فيها مواليد البرج الواحد. طب احنا عندنا لما بنيجي يعني نقول الأبراج وحظك اليوم أو كده لازم نبدأ ببرج الحمل. ليه؟ يعني ليه ما بدأناش مثلا برج بالقوس الحمل لو بالأسد؟ حضرتك، تمام، برج الحمل لو حضرتك تيجي تشوفي مواليده هتلاقيه بياخد تقريبا اخر 10 ايام من شهر 3 و20 يوم من شهر 4. الفتره دي هي فتره الربيع، بعد الطبيعه الميته في الشتاء بتبدا الدنيا في الربيع تنبت وتخضر، فاحنا بنعتبر بقى ان برج الحمل بدايه الحياه، فبنبدا ببدايه الابراج. بدايه الحياه. لا حلو، اول مره على فكره اعرف المعلومه دي. طيب طيب مش عشان برج يعني، بس هي دي حقيقه. طيب لو ابتدينا مع بعض بقى الابراج كده بالترتيب، طبعا احنا زي ما نوهنا وقلنا احنا عندنا 12 برج. تمام. هناخد ال 12 برج، كل برج الدكتور هيقول لنا صفاته ومدى توافقه مع باقي الابراج او مع البرج المعين اللي بيتناسب أو معاه أبرج اكتر توافقا الابراج، معاه صح؟ مثلا عشان وقتنا برضو وقت الحلقه يعني. مفيش مشكله. تمام. احنا طبعا اول برج هنبتدي بيه هو برج الحمل، والحمل معروف انه برج ناري، وهو من 21 مارس الى 20 ابريل. نبتدي ببرج الحمل؟ نبتدي ببرج الحمل. هنقول يعني بعض الصفات اللي هي البارزه والمعروفه والاساسيه في برج الحمل، رجل او امراه على فكره. برج الحمل من الابراج العنيفه بطبعها في حته مساله الكرامه، يعني تيجي جنب كرامه برج الحمل انت نصبت ليه الاعداء، ومندفع جدا، واحد من اكثر الابراج المستعجله، وعشان كده بيضيع منه فرص كتير، لان في بعض الفرص محتاجه ان انت تصبر ما تكونش مستعجل. برج الحمل عنده حته الانا عاليه اندفاعي. شويه، وعنده حته الانا الاحساس بالنفس عالي شويه. لما نتكلم عن برج الثور، برج الثور واحد من الابراج المتحفظه قوي، ما هوش مرن في التعامل، وده بيكون متعب لبعض الناس المحيطين بيه. هو اقتنع بحاجه خلاص، ولا بالطبل البلد زي ما احنا بنقول، مش هيغيرها خلاص، حط حاجه في دماغه، ما هو برج ترابي مش هيغيرها. كمان العند، واحد من اشد الابراج عندا، وده بيخلي برضه اللي بيتعاملوا معاه مش عارفين هو يا رايه يا بلاش، يا كده يا مش عاجبك خلاص. طب خلينا نرجع برضو لبرج الحمل. تمام. حضرتك قلت لي ان هو برج اندفاعي جدا، بس هو طيب مندفع اعتقد جدا. صح، مندفع جدا. طب يعني برج الحمل ايه مثلا اكتر الابراج اللي تنطبق معاه او تتوافق معاه؟ برج معاي. الاسد الناري بينه وبين بعض كيمياء كبيره قوي، برج الميزان، برج الجوزاء، وبرج الدلو، دول القمه بقى. لا هو والباقي انا يجي اعرف بعده ان حمل بدرجات. واسد مع بعض 100% لا ده كيمياء، 100 ده ما دي فيهاش روح حاجه. واحده كده، تحس ان دم هم روح خفيف واحده. وكاريزما وطبيعه ناريه واحده، بينجذبوا لبعض اصلا بسرعه، بس ممكن تيجي مشاكل بعد كده بين الحمل بسبب عندهم الشديد، علشان البرجين بس في ناريين. توافق بالظبط كده. طيب برج بالنسبه بقى الثور، لبرج الثور من 21 ابريل ل تمام. 20 مايو، انت حضرتك قلت لي ان برج الثور برج مائي. ترابي. برج الثور يتوافق مع برج العقرب، حلو قوي، يتوافق مع برج العذراء، ويتوافق مع الجدي اللهم الا العند، بس هي مشكلتهم في العند. هو الابراج الثور عنده دي برضو. الترابيه طبعا. ثور وجدي أشد برجين عندا في ال 12 برج، الثور الثور والجدي. والجدي. فدي الأبراج التوب اللي يتوافق معاها برج الثور، لو احنا بنتكلم على أكثر الأبراج توافقا معاه. برج الجوزاء بعد كده. الجوزاء بعد كده 21 مايو لحد 21 يونيو. تمام. برج الجوزاء واحد من أذكى الأبراج، ويقدر يعامل كل الناس على اختلاف مستوياتهم. شخصيتين في بعض. بيتسمى برج الشخصيتين. وكل ساعة في حال زي ما احنا بنقول. أيوة يعني، تمام. ويتعامل مع البواب، ويتعامل مع الوزير ومع الغفير، وعنده مرونة، يعني عكس برج الثور اللي احنا كنا بنتكلم عنه، وذكي جدا. هو الجوزاء بيصنف ايه؟ برج هوائي. برج هوائي. هوائي. ولما هوائي. بنتكلم عن الهواء يعني قصدنا أبراج ذكية. سواء الجوزاء أو الدلو أو الميزان، الثلاث أبراج الهوائية بيتسموا بالذكاء. اللي معانا. يتفق طبعا مع الاسد جدا لسه قايلين، يتفق مع الحمل، ويتفق مع الميزان، دول الطب بتوع برج الجوزاء. بعد كده عندنا برج السرطان. برج السرطان. احنا عندنا برج السرطان يا جماعه من 22 يونيو
لحد 22 يوليو. تمام صح؟ 22/6 ل 22/7. تمام. هو برج السرطان برج رقيق القلب، ولكن المعادله هنا ان هو برج انتقامي شويه، يعني ما بينساش. شيال غلطت فيه شتمتيه حتى لو اتاسفتي له بتبقى في القلب بقى، ومش هرتاح لما اردها لك، دي مشكلته. ولكن هو يتاثر باي موقف وعاطفي، ومن الابراج اللي شايفه ان الحياه بدون حب ملهاش لازمه. هو برج طيب حنين قوي. برج السرطان عاطفي وعنده عشان مائي صح؟ مش انت حضرتك قلت لي الابراج المائيه يعني الى حد ما فيها حته الطيبه؟ اعلى الابراج احساس او مشاعر، يعني مشاعرها بتبقى عاليه قوي الابراج المائيه عامه. طب وبرج السرطان اكتر الابراج اللي ممكن يتوافق معاها ايه؟ يتوافق مع برج العقرب، ده حلو قوي قوي، يتوافق مع برج الحوت كمان، وشويه يتوافق مع برج الطور يجي بعدهم بقى. بس مش دول بس اللي يتوافق معاهم، دول اعلى الابراج. اعلى الابراج. ما احنا بنتكلم عن في بعد كده بدرجات بقى. الفئه العاليه يعني البرج بقى. ايه الحاجه اللي تيجي معاه بيرفكت 100%؟ بينه وبين بعض تفاهم وكيمياء وكده. طب ندخل بقى على برج الاسد، 23 يوليو ل 22 اغسطس، يعني من 23/7 ل 22/8. طبعا الاسد برج ناري، برج صاحب الكاريزما الاكثر يعني سطوعا في الابراج كلها. الملك. ملك الابراج. ملك الابراج. هو عنيد جدا وعصبي جدا وايضا مندفع جدا، ومشكله برج الاسد رجل ان هو بيتعامل بسسيت شويه. يعني كلمتي. والست ملكه. والست ما يملاش عينها اي حد. ولو رجل ضعيف الشخصيه هتجننه وتطلع عينه وما يعجبهاش. لازم رجل قوي الشخصيه، بس مش يبقى قوي الشخصيه عليها يعني، لا، قوي الشخصيه في محيطه في مجتمعه، ده يلفت انتباه علشان هو برج قوي. برج ناري اصلا كده. عشان كده عايز برج يتوافق معاه يكون بنفس القوه تقريبا. بس هي ست الاسد رغم الصفات الجميله فيها ما بتتنازلش بسهوله برضه، حتى لو الكرامه عاليه جدا. الكرامه خط احمر. وحتى لو غلطت ودي بتكون مشكله برضه يعني. لا، انت اللي تتنازل والعيب فيك مش فيا. واكتر الابراج اللي بتتوافق مع برج الاسد، الحمل، الجوزاء، الدلو، الميزان، دول الاربعه برضو اكتر ابراج تتوافق مع برج الاسد، رجل وامراه يعني. ندخل على برج العذراء دلوقتي، 23/8 ل 22/9. طبعا العذراء برج ترابي. العذراء واحد من الابراج اللي هي بتبحث عن الكمال دايما، وده مشكلته اللي بتخليه دايما تعبان نفسيا، عايز كل حاجه بيرفكت، وطبعا ده مش موجود في الحياه. يعني هي بنت مرتبطه بحد عايزاه ما فيهوش غلطه، مش هتلاقي الكلام ده. هو رجل مرتبط ببنت عايزها ما فيهاش غلطه، وناقد لازع ومش شايف ان هو بينتقد. انا بديك نصيحه، بس النصيحه بتاعته بتكون قويه زياده عن اللزوم. بس انا بحس ساعات ان دايما برج العذراء كده واخد جنب لوحده، يعني هو برج بعيد عن الاضواء. في جنب لوحده كده، ما بيحبش حتى، مش اجتماعي. برج يميل للانطوائيه، غير اجتماعي نهائيا. مش اجتماعي. لا لا، الابراج الترابيه عامه من اقل الابراج اجتماعيه يعني. فالعذراء من الابراج دي اكثر الابراج توافق مع برج توافق العذراء، توافقا مع الجدي والعقرب وبرج الطور يعني. تمام. في القمه كده يعني. جينا لبرج الميزان، 23/9 ل 22/10. طبعا الميزان واحد من اعلى الابراج جاذبيه، رجل او امراه، برج هوائي طبعا. انا اسمع ان برج ذكي جدا. برج كنت لسه هقول، اخذتها من على لساني والله. برج ذكي جدا. ذكي قمه الذكاء، بيفهمها وهي طايره زي ما احنا بنقول عندنا يعني بالمثل الدارج كده. ذكي جدا وجذاب جدا، ولكنه غير مباشر، يعني مش دايما صريح. فمش كل اللي هيقوله لك هيبقى اللي جواه. يعني مثلا بنقول مثلا ان هو في حته كذب شويه. لا، مش هنقول كذب، مش حته كذب. هو بيعرف امتى يعني، بيعرف يوصل لك اللي هو عايز يوصله لك، بس مش كتاب مفتوح يعني. يقول مش كتاب مفتوح، مش صريح، مش سهل ان انت تقراه. يعني انت هتلف على برج الميزان مش هتقدر ان انت توصل للي انت عايزه، لانه بيعرف يعملها كويس، بيعرف هو كمان يلف، بيعرف يكيف الدنيا. بالزبط. كلها بيعرف يقنعك حسب دماغه، رجل او امراه الاثنين بيعرفوا ان هم يقنعوا اللي قدامه، ياكلوه بالكلام زي ما احنا بنقول كده. لا، هو برج الميزان يعني مقنع جدا جدا جدا، برج هوائي بطبيعه الحال. واكتر يعني الابراج اللي ممكن تتوافق معاه، يتوافق مع الاسد والحمل والقوس والدلو والجوزاء. هو واحد من اكتر الابراج اللي عامله زي الجوكر يعني. مع ان حضرتك مرنة. قلت كده يعني ابراج ناريه. أيوة. يعني الابراج اكتر الابراج الهوائيه، ابراج ناريه. الابراج الهوائيه علاقتها بالابراج الناريه كويسه في التوافق. هما الاثنين علاقته ناري مع هوائي ده كويس مع بعض، ترابي مع مائي ده كويس مع بعض، وهكذا يعني.
طب ندخل بقى لبرج العقرب. اه اللي الناس كلها وليه تسمع الناس بتخاف العقرب منه؟ وتخاف منه، من 23/10 ل 21/11. انا ممكن الخص يعني المقوله ليه الناس بتخاف من برج العقرب في حاجه واحده بس. هم بيسمعوا برج العقرب يقول لك يا ساتر يا رب عقرب، مع ان على فكره برج العقرب يعني هي مشكله العقرب طيب جدا مشكله وجدع. العقرب مشكله العقرب في حاجه بس، العقرب يرد الالم 100، يعني انت عملت فيه انتقام. حاجه جدا جدا فوق ما تتخيلي، وباذيه بقى لما بيرد الانتقام بأزية. ولا ينسى اطلاقا، ما بينساش ابدا. ولازم وما يشفيش غليله ان هو يرد فيك، لا لازم اضعاف مضاعفه، يعني نوع من انواع الاذلال كده برج العقرب عامه. فالحته دي بتخوف الناس منه. كمان برج العقرب ملامحه والكاركتر بتاعه مش مفهوم، يعني ممكن يتبارد وهو بيموت فيك وتقعدي معاه يحسسك ان هو بارد جدا وما فيش اي مشاعر، وممكن يظهر عكس ما يخفي. ايوه في التعامل مع الاشخاص مثلا يبين ان هو مش ولكن متقبل الشخص ده وهو اصلا متقبله جدا. بالظبط كده، بيعرف يعمل دي قوي وبيعرف يتحكم في مشاعره. يعني ست العقرب تقيله ورجل العقرب تقيل حتى لما بيحبوا. مثلا الاسد لما ممكن يحب يندلق، برج الاسد الحمل كده، العقرب لا بقى بيعرف يعمل كنترول قوي على الحته دي. خلاص خلصت، فغامض بطبعه، فلازم يكون متعب ومريب شويه للناس اللي هي بتتعامل معاها. يمكن علشان كده علاقات برج العقرب دايما مش مستمره، يعني مش مستديمه. وبعدين شكاك، الشك ده هي المشكله الازليه في العلاقه العاطفيه، ان هو شكاك جدا، وفي ناس ما بتتقبلش الطرف الاخر يشك فيها باستمرار. العقرب بيشك قوي، فالكوكتيل ده كله مع بعضه بيبقى صعب على نفسيه اي شخص مرتبط بالعقرب ان هو يتحمله يتقبله يعني. طب الابراج اللي تتوافق مع برج العقرب؟ السرطان حلو قوي، السرطان ولكل قاعده استثناءات، ما احنا لسه قايلين في اول الحلقه يعني. شواذ الابراج كده. السرطان، الحوت، العذراء كمان تمشي معاه، وبرج الثور كمان، ويجي بعدهم الجدي عامه يعني. طب القوس بقى 22/11 ل 21/12. طبعا القوس برج ناري، اخر برج ناري معانا النهارده. اكتر برج مستعجل في الابراج كلها، يجي بعده الحمل، ودي بقى بتضيع منه فرص كتير، ان هو عايز يوصل للحاجه باقصى وقت ممكن ومش شايف اللي في الطريق قدامه، فممكن يتكعبل. هو حماسي جدا، مندفع جدا، صريح وتلقائي، ودي كلها حاجات ودمهم خفيف، يعني احنا بنقول عنهم ابراج محبوبه الشعب. تمام. كل الناس تلاقيها بتحبهم، اجتماعيين جدا يعني. واللي توافق معاه؟ الاسد برضه، والحمل، والجوزاء، والميزان. طيب والقوس اللي زيه كمان. برج الجدي بقى من 22/12 ل 20/1. ده برج ترابي عنيد جدا، راسه زي زلطه كده زي راس برج الثور، لا يتنازل اطلاقا، من الابراج التي لا تتنازل وعندها حب سيطره وحب امتلاك، وده بيخنق الطرف الاخر. وعشان كده انا ما اقدرش اقول ان برج الجدي هينفع مع الابراج الهوائيه، لانها اكتر ابراج عايزه مساحه وانطلاق. هترتبط بحد جدي، الجدي هيتدخل في تفاصيل التفاصيل، هيبدا يخنقهم، يقيد حريتهم. طيب فاضل معانا برجين بس ناخدهم بسرعه، الدلو 21/1 ل 19/2. ده برج هوائي، واحد من ملوك الذكاء والتفكير، متحرر. وانا دايما بقول عايز تكسب برج الدلو ما تخنقوش، تمام، ما تحاولش ان انت تحجمه يعني. يتوافق معاه جوزاء وميزان وحمل واسد، اعلى الابراج توافقا، وقوس كمان. الحوت 20/2. اخر برج معانا بقى ده اكاديميه الحب كلها، 20/2 ل 20/3. بالظبط كده. ده اكتر برج عاطفي، والعاطفه بتاعته بتوصل لي يعني مستوى حالم، مستوى ممكن اوفر شويه، ولكنه هو برج ذكي، برج جذاب بطبعه، رجل او امراه، وبرج محبوب، يعني ممكن تحبيه من اول انتقام. خمس دقائق. انت قلت لي ان هو برج انتقام جداً. من الدرجه الاولى، الابراج كلها انتقاميه بما فيهم الحوت طبعا. واللي يتوافق مع ايه؟ مع الحوت؟ يتوافق مع السرطان والعقرب والثور، ويمكن كمان يتوافق مع، يعني هم دول اعلى ثلاثة، عشان اللي بعد كده يجي بعدهم بدرجات اللي هي تعتبر المائيه زي بالظبط كده. تمام. طبعا احنا بننوه طبعا دكتور محمد، القناه على اليوتيوب فيها اعلى نسبه مشاهده، احنا قلنا متوسط المشاهده قد ايه تقريبا؟ يعني حوالي من 10,000 ل 20,000 في اليوم يعني. وطبعا دكتور محمد واخد درع اليوتيوب واخد شهاده من اليوتيوب طبعا بالمشاهدات دي، طبعا حاجه حلوه جدا جدا. وانا بحييك بس على ايه، ان انت نقلت نفسك النقله دي من ان هو بتدرس حاجه
وانت حابب حاجه فانت ماشي في المجال ده وحابب افيد برضو يعني اطلع المفيد فيها وانقل للناس الافاده دي. لا على فكره هي اصلا موضوع الابراج موضوع شيق جدا والناس كلها بتحبه يعني وبيساعدنا في فهم نفسنا وفهم الاخرين كمان يعني انا بعتبره هو علم النفس مكملين لبعض. طب ليه يا دكتور ما بتقولش توقعات؟ والله الابراج عامه مدارس فانا فلسفتي مقتنع بيها انا شايف ان اي تدخل في علم الغيب لا يجوز ده من وجهه نظري يعني فانا يعني مقتنع بكده. بتاخد التوقعات دي للتفاؤل لمثلا مشكله وعايز يعني ممكن يكون فن بس مش حاجه اساسيه في حياتهم او مش خط مستقيم كده اللي هو انا عايز اعرف يبقى هيؤمنوا بحاجه زي كده. ما هو مجرد ان انا بتكلم في الغيبيات انا خلاص دخلت نفسي بقى يعني هي الفكره ان انا بتكلم في الغيب هيحصل لك بكره السنه الجايه خلاص فانا بعدت نفسي عنها وخلاص. طبعا احنا معروض شهادات اليوتيوب بتاعت دكتور محمد ابو زيد اتعرضت. طيب تمام طبعا الف الف مبروك عليهم والف مبروك على الدرع ربنا مش عارفه اقول لك ايه. في ايه تاني تحب تقوله مثلا لمشاهدينا الابراج عامه بقى يعني انا تنصحهم بايه ال 12 برج كده نصيحه عامه؟ انا هنصحهم اقول لهم الابراج مش قران يعني ما تاخدش الابراج على انه قران هي عباره عن خطوط عريضه بس ممكن تساعدك ان انت تقيم العلاقه بتاعتك بس ما يكونش هي العامل الاول والاخير اللي تقيم عليه علاقتك بانسان بس انت بتستفيد وانت ليك نظره في تعاملك مع الشخص اللي انت بتتعامل معاه برضه ما تاخدش الابراج حاجه مسلمه بيها وما فيش نقاش بس هو ده اللي انا اقوله وهو علم جميل ومفيد ناخد الفايده اللي فيه وبشكرهم طبعا كلهم بالظبط كده ونتفائل طبعا. طبعا انا بشكر الدكتور محمد ابو زيد دكتوراه في علم الفلك والابراج ميرسي جدا يا دكتور انت كنت معايا النهارده وميرسي على المعلومات الحلوه ديت انا بجد حلقه حلوه ومشوقه جدا ربنا يخليك يا فندم. بشكر جدا دكتور محمد ابو زيد لتواجده معايا النهارده في برنامج نعم استطيع. تفائلوا حبوا الخير لبعض الدنيا حلوه وبسمتكم حلوه اشوفكم على خير اشوفكم على بسمه حلوه طالعه من قلوبكم.